Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice pour la leçon du produit scalaire pour les élèves du tronc commun Sciences Po. Donc, on va essayer de faire cet exercice du produit scalaire. Donc, on va les données. A, B, C, D est un parallélogramme de centre O. Donc, on a un متوازي الأضلاع qui est A, B, C, D, qui est le quart de O. تل كو أب كتساوي 3 و أد كتساوي 5 و الكوس ديال الزاوية ب أد كيساوي ناقص 1 على 3. إذا قبل ما نبداو هادي غنحاولو نرسمو هاد الحل اللي عطاونا هنايا. واخا هما مطالبينش من نرسمو، ضروري فاش نكونو خدامين في الهندسة خصنا نرسموها. فوالا، هذا واحد الشكل اللي تقريبي. إذا هنا عندنا أ، هنا عندنا بي، هنا عندنا سي، وهنا عندنا دي. لو سونتر أو، فوالا سي لو سونتر أو. من A B 3 ومن A D 5 ولونجل B A D C موانزا سور 3. إذن احنا رسمنا الشكل. إذن بالنسبة للسؤال الأول فيه A و B، بالنسبة لـ A قالوا لنا نكالكيليو A B سكالير A D. السؤال الثاني عطاونا نحسبو هنا راه سكالير، هنا عطاونا مونطري بلي A B سكالير A C كتساوي 4. هنا دوزيام كاستيون كالكول لا ديستانس بي دي بوي لا ديستانس ا او. هنا قالوا لنا سوا او ان بوين تيل كو سي او كتساوي 2 على 7 بي دي. عطينا جوج اسئله مونطري بلي ا بي سكالير ا او كتساوي هادشي، و اون ديدوير لا ناتور دو تريانجل ا بي او. اذا نبداو بلا ريبونس بور البروميير اكزرسيس ا بروميير كاستيون. إذا طالبين منا أننا نحسبو البرودوي سكالير أب سكالير أد. أب سكالير أد. إذا كاينين بزاف الطرق اللي ممكن نحسبو بها البرودوي سكالير. إذا فاش نشوفو بلي عندنا ثلاثة المعلومات، جوج معلومات هما ديستانس، المعلومة الثالثة هي زاوية، اذا راه غادي نديرو هادي. اذا حنا اصلا ديجا عطينا ا بي كتساوي 3 و ا دي كتساوي 5 وعطينا الزاويه بي ا دي. اذا غنستعملو ا بي سكالير ا دي كتساوي لا نورم ديال الفيكتور ا بي فوا لا نورم ديال الفيكتور ا دي فوا الكوس ديال لونجل بي ا دي. مزيان، هادشي شنو كيساوي؟ هنا الفيكتور تيمشي لنا مع لا نورم تتبقى لنا ا بي فوا ا دي فوا الكوس ديال بي ا دي. هادشي كيساوي ا بي عندنا هي 3، ا دي عندنا هي 5، والكوس ديال بي ا دي ها هو عاطينه لينا سي موان زان سور 3. فوالا، اذا هنايا غنحاولو نحسبو بكالكيلاتريس. بلاش هنا 3 غتمشي لنا مع 3 و 5 في ناقص 1 سي موان 5. اذا البرودوي سكالير او بيان ا بي سكالير ا دي كتساوي لينا موان 5. نجاوبو دابا على بي. دوزيام كيسيون بي، هنا قالوا لينا غير مونطريو بلي ا بي سكالير ا سي كتساوي 4. اذا حنايا بحال غنحسبو ا بي و ا سي. اذا ا بي سكالير ا سي شنو غتكون كتساوي؟ هنايا ا بي ها هي و ا سي ها هي. واش حنا عندنا لا فالور ديال ا سي؟ لا، حنا عندنا لا فالور ديال ا بي بوحدها، وما عندناش حتى الزاويه بي ا سي كاع ما عندنا. اذا شنو غنستعملو؟ غنحاولو ندخلو الشاغل على ا سي. اذا ا بي سكالير هاد اسي هادي شنو غتكون كتساوي؟ الا لاحظتو مزيان هادي راه ليبوتينوس. اذا ليبوتينوس غيكون كيساوي هذا زائد هذا. اذا اسي غتكون كتساوي ا بي زائد بي سي، او ممكن نقولو اسي كتساوي ا دي زائد دي سي اللي استعملنا بحال بحال. اذا هادشي غنديرو دابا ديفلوبمون. ا بي سكالير ا بي بلس ا بي سكالير بي سي.
مزيان. إذن هادي سي لا نورم ديال أب بي أو كاري زائد أب بي. هنا بي سي واش عندنا لا فالور ديالها؟ اه راه حيت هادو راه متوازيين. إذن بي سي غتكون كتساوي أ دي. إذن بي سي بلاصة ما نكتبو بي سي نكتبو أ دي. لا لا بغيتو توضحوها وضحوها. بي سي كتساوي أ دي و أ بي كتساوي بي سي كار أ بي سي دي est un parallélogramme. مزيان. اذا هنايا بحال غادي نعوضو. اذا لا نورم ديال ا بي او كاري هي ا بي او كاري. لا نورم يتحيدنا مع الفيكتور زائد ا بي سكالير ا بي سكالير الفيكتور بيان سور سكالير ا دي ا بي. ديجا عطينا ا بي في لي دوني كتساوي 3 اذا او كاري سي 9 plus a b scalaire a d déjà حسبناها عطاتنا moins 5. اذا 9 زائد ناقص 5 سي 4. اي فوالا حنا مونطرينا بلي a b scalaire a c كتساوي 4. فوالا هادي هي اللي جاوبنا عليها. دابا ندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني عاوتاني عطينا فيه جوج اسئله نحسبو ديستانس بي دي ولا ديستانس ا او. إذا غنبداو بد إذن جوابا على السؤال الثاني on calcule ou bien on détermine la distance BD. مزيان. إذا باش نخرجو la distance BD غنرجعو للشكل. فوالا هذا هو الشكل اللي عندنا ا بي سي دي. حنا شنو بغينا نخرجو؟ بغينا نخرجو بي دي هادي. اذا لو بغينا نخرجو بي دي نستعملو القاعده ديال تيوريم دال كاشي حيت هي اللي غادي نحتاجوها وهي اللي غادي تسهل علينا. وغنستعملو لو تريانغل اللي غنحتاجو لو تريانغل ا بي دي. اذا غنقولو دونك le triangle ABD. Bien. Dans le triangle ABD et d'après le théorème d'Al-Kashi, deux points. Iden d b au carré شنو غتكون كتساوي لينا؟ نرجعو للشكل هنايا. اذا حنا غادي نخدمو على هذا اخر على هذا اذا ها هي d b اللي تنقلبو عليها هي هادي. اذا d b بيان b d au carré شنو غتكون كتساوي؟ غتساوي لينا a b au carré plus AD au carré moins 2 AB scalaire AD. حيت علاش؟ حيت ديجا حنا حاسبين AB scalaire AD. إذا نكتبوها باش تبان أحسن. إذا AB DB أو BD أو كاري غتكون كتساوي لينا AB أو كاري plus AD أو كاري moins 2 AB scalaire AD. Voilà. أبي ديجا عطينا كتساوي 3 إذا سي 3 أو كاري بلس أدي عطينا كتساوي 5 إذا سي 5 أو كاري موان 2. ديجا حسبنا أبي سكالير أدي وعطتنا موان 5 دونك 2 فوا موان 5 إذا سي 9 بلس 25 بلس 10 اللي غادي تعطينا دونك سي 35 ألوغ سي 44. إذا b d au carré ساوات لينا 44. حنا علاش نقلبو؟ تنقلبو على b d دو
B ديش ناقص كتساوي ناقص كتساوي ناقصين 44 اللي هي 2 راسين 11. اي فوالا نحسبنا لا ديستانس بي دي. دابا غادي نحسبو ولا غادي نخرجو اون ديتيرمين la distance A O. نخرج la distance A. إذا نشوف A O في الجزء. فوالا هذه هي A O. وشنا هي؟ وهي السنتر ديال الباراليلوغرام. إذا غتكون O هي السنتر ديال هذا القطر هذا وديال هذا القطر هذا. إذا O غتكون نصف ديال B D وغتكون نصف ديال A C. هنا نش نقلبو تنقلبو على A O. إذا غادي نخدمو على لو تريانجل A B D. إذا غادي نخدمو دون لو تريانجل A B D. إيه هنا قلنا وشنا هي؟ هي لو سنتر و بيان الميليو ديال سيغمون B D. إذا شنو القاعدة غنستعملو؟ إي دابخي لو تيوريم وبيان لا غولاسيون دو لا ميديان، تيوريم دو ميديان من المنصف دو بوان. إذا قلنا تنخدمو على أ بي دي. فوالا أ بي دي وبغينا نحسبو هادي. اذا شنو دابخي لو تيغام دو لا ميديان ا او شنو كتساوي لينا؟ اسكو كتساوي لنا واحد على جوج فاكتور ا بي او كاري بلس ا دي او كاري موا 1 سور 2 فوا بي دي او كاري. اذا نحسبو هنا ا او او كاري شنو غنكون كتساوي؟ 1 سور 2 فاكتور ا بي او كاري بلس ا دي او كاري موان 1 سور 2 بي دي او كاري. غنبدلو بلي فالور 1 سور 2 فاكتور ا بي اللي هي 3 او كاري بلس ا دي اللي هي ا دي او كاري اللي هي 5 او كاري موان 1 سور 2 BD حسبناها BD او كاري ديجا حسبناها هي 44 ف 44. اذا سي 1 سور 2 فاكتور 9 بلس 25 موان 44 سور 2 سي 22. اذا هنا سي 1 على 2 فوا 12 سي 12 سور 2 سي 6. اذا ها حنا حسبنا ا او او كاري. هنا علاش نقلبو؟ تنقلبو على ا او دو ا او باسكو كتساوي لنا راسين 6. اي فوالا حنا سالينا لا دوزيام كيسيون او باس ترويزيام كيسيون. فوالا ترويزيام كيسيون عطينا واحد المعلومه قالوا لينا سوا او ان بوان نقطه بحيث نخصص واحد تيل كو. المهم عطينا لو فيكتور سي او كيساوي 2 على 7 بي دي مزيان. وهنايا في السؤال ا قالوا لنا مونطري بلي هذه كتساوي هذه. اذا ا بي سكالير ا او كتساوي ا بي سكالير ا سي بلس 2 سور 7 ا بي سكالير ا دي موان 2 سور 7 ا بي او كاري. اذا اون ريبون ا سيت كيسيون. دونك سي لا ترويزيام كيسيون ا اون مون Bino, on montre que AB scalaire AE كتساوي داك الخير كامل. المهم اذا هنايا شنو غنكتبو؟ غنكتبو AB scalaire AE كتساوي هنا من الاحسن نحسبوها باش بقص ما تخرج لنا وحده باش نعرف راسنا حنا فين غاديين. اذا كتساوي AB scalaire AC plus 2 sur 7 AB scalaire AD moins 2 sur 7 AB au carré.
مزيان. إذن دابا نبداو. عندنا هاد أ بي سكالير أ أو، هي هادي. هنا شنو نحاولو ندخلو؟ هنا دابا غندخلو غير الشاغل، أ بي غنخليوها كيما هي. إذن سي أ بي سكالير أ أو، أ أو غنحاولو ندخلو عليها السي، دونك تعطينا سي أ سي بلوس سي أو. هنا غنديرو ديفلوبمون أ بي سكالير AC plus AB scalaire CE. مزيان، غنخليو هادي كيما هي AB scalaire AC، حيت كيما كتلاحظو AB scalaire AC هي هادي، إذا هادي بانت لينا هادي منقصوهاش، زائد AB CE. ديجا عطينا هما واحد المعلومة في المعطيات، قايلين لينا بلي سي او شحال كتساوي؟ كتساوي 2 على 7 بي دي. اذا غنستعملوها هنايا. اذا سي او قلنا غادي نعوضوها بلا فالور اللي عطاونا، بابل هذيك اللي عطاوها لينا سي 2/7 بي دي. مزيان، اذا هنايا كتساوي لينا ا بي سكالير ا سي بلس هادي سي 2/7 ا بي سكالير بيد. هنا ما درت والو، غير هاد دو سورسات جبتها لهاد الجهه. اذا هنايا شنو بانت ليا؟ ا بي سكالير ا سي راه هي هادي، دو سورسات ا بي ها هي بانت ليا. اذا هادي غنحاول ندير ليها النشر وغندخل ليها ا باش تولي عندي هنايا واحد اد. غنحاول ندخل عليها شا، ندخل عليها ا باش تولي عندي اد هنايا. اذا سي ا بي سكالير ا سي بلس 2/7 AB facteur. إذا قلنا ندخلو A، دونك سي BA plus AD إيكال AB سكالير AC plus 2/7 AB سكالير BA plus 2/7 AB سكالير AD. هنا تقريبا راه سالينا. اذا هنا 2 سور 7 ا بي سكالير ا دي راه هي هادي، اذا هادي غنحاولوا نجيبوها بلاصه هادي. اذا ا بي سكالير ا سي زائد هادي هي اللي غنكتبوها هنايا، 2 سور 7 ا بي سكالير ا دي. وهنايا هنا بي ا غنحاولوا نرجعوها ا بي، اذا باش نرجعوها ا بي غنضربوها في ناقص واحد، اذا زائد 2 على 7 ا بي ا بي سكالير موان ا بي. اذا هنايا هاد الموان هادي غتحاول تخرج لينا، تخرج لينا هنايا. اذا اخيرا غتولي ا بي سكالير ا سي بلس 2/7 ا بي سكالير ا دي موان 2/7 ا بي ا بي سكالير ا بي اللي هي ا بي او كاري، اللي هي ا بي او كاري، وغيتحيد لينا الفيكتور. فوالا، ما بغيتش نزيد شي سطر اخر. اذا هي غتكون عندنا واحد لا نورم، ممكن هذه نرجعوها ناقص، المهم ما بغيتش نزيدكم سطر اخر وصافي. ها هي راه باينه. اذا هادشي شنو كتساوي؟ هادشي راه كتساويه ا بي سكالير ا او. فوالا حنا كملنا ا، ندوزو لبي. بي شنو طالبين منا؟ طالبين منا نستنتجو طبيعة ديال المثلث أ بي أو. أ بي أو إذا أون ديدوير لا ناتور دو تريانجل يانجل أ بي أو. إذا باش نستنتجو طبيعة ديال المثلث أ بي أو شنو خصنا نديرو؟ خصنا نبينو بلي أ بي سكالير أ أو كتساوي فيكتور نول. دابور نكتبو دابور أون مونطخ كو أ بي
scalaire AE égale à vecteur nul. مزيان اذا هنايا غنبداو عندنا ا بي سكالير ا او كيفاش غنديروا نحسبوها ونعرفوا بلي راه كتساوي فيكتور نول ديجا هنا حسبنا ا بي ا او عطاتنا هذه اذا هي نفسها غنكتبوها وغادي نعوضوها بلي فالور ديالها اذا ا بي سكالير ا سي بلس 2 سور 7 ا بي سكالير ا دي موان 2 سور 7 ا بي او كاري كتساوي A, B, scalaire A, C, déjà, حسبناها عطاتنا 4, plus 2 sur 7. A, B, scalaire A, D, déjà, حسبناها عطاتنا moins 5, moins 2 sur 7. عندنا A, B, هي 3, ou A, B au carré, c'est 3 au carré. Voilà. إذن هنايا غتساوي لينا c'est 4, moins 10 sur 7, moins 9, c'est 18 sur 7. إذن هنا باش نحسبوها نوحدو المقام 7 إذن 4 في 7 سي 24 620 ناقص 10 ناقص 18 إذن هادشي اللي حسبناه غادي يعطينا 0 إذن ها حنا بينا بلي ا بي سكالير ا او كتساوي 0 دابا من بعد ما بيناها شنو غنقولو غنقولو الوغ ا بي اي ا او سون اورتوغون اذا سون اورتوغون سيتادير ا بي اي بيربونديكولير ا او D'où, idan akhiran, d'où la nature du triangle ABE et rectangle, voilà, avec un rectangle, nous avons qu'à fin en A. Et voilà, on a terminé la correction de ce exercice. Voilà, dit la phrase, on va vous donner les commentaires. Il y a la nature du triangle ABE et rectangle en A. Et voilà, on a terminé la correction de cet exercice. On se retrouve dans une vidéo prochaine. Salam alaikum.